في البداية حين نقول إن كلاود سترايك تلك الشركة الأمريكية العملاقة رأس مال أكثر من 80 مليار دولار، هي الأشهر في العالم، لها 20,000 مشترك. طبعا المشتركون مؤسسات، مطارات، شركات ضخمة. معنى ما أقوله الآن يا سيد أمير إن بالأمس تأثر 20,000 مؤسسة. في البداية يسعد مساءك ومساء المشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني هذا إن صح دقت يعني هذا صحيح إن صح التعبير. طيب. بالنسبة لعدد المؤسسات، ولكن أعتقد أن المؤسسات أو الشركات أو القطاعات التي تأثرت ستكون حتى بعد هذا الرقم الذي تفضلت به، فسيكون هناك الكثير من التأثير، لأن نحن ما شاهدناه حاليا وما يعني وما أفزعنا بكثيرا أنه وجود مشاهدة الكثير من المسافرين في المطارات. نعم. والحقائب المتكدسة والقطارات، قطاع الصحي أيضا تأثر، والقطاع الصحي، ولكن أيضا هناك لا يوجد إحصائيات ربما ستكون من تأثر في القطاع الصحي لأسباب